تمام، ورابعة بتوقيت الجزائر نشرة للأخبار. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. البداية مع ملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث تتواصل الحملة الانتخابية ليومها 16 على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية. المترشح والحر عبد المجيد تبون نشط تجمعا شعبيا جهويا بولاية جانيت، حضره أعيان ومواطنو الولايات الجنوبية. وليد صاري. من ولاية جانيت وفي تجمع شعبي جهوي ل7 ولايات من جنوبنا الكبير، تطرق المترشح الحر عبد المجيد تبون إلى العديد من الانشغالات والقضايا التنموية الخاصة بهذه المناطق. أنا عارف ماناش في اجتماع ولا جلسه نتاع مطالب بلا ما تقولوا لي. انا عارف، راني عارف فيما يخص كل شيء، وان شاء الله نتواعد معاكم ان الحكومه جيت تجتمع هنا وتسجل كل المطالب نتاعكم ان شاء الله. المترشح الحر عبد المجيد تبون تعهد بإحداث ديناميكية اقتصادية بولايات الجنوب من خلال فتح المعابر وتفعيل مناطق التبادل الحر. أنا نوعدكم في أقرب وقت إن شاء الله لما تجي الحكومة هنا باش تنطلقوا بدراسات معمقة فيما يخص الماء وفيما يخص المناطق اللي ممكن فيها الاستصلاح الأراضي إن شاء الله. ازدواجية الطريق، وإن شاء الله طريق الأنقيد، وإن شاء الله طريق حتى للنيجر، ونفتح ممر معبر للنيجر، ونفتح معبر مع أشقائنا في ليبيا، وندير مناطق حرة. أنا إن شاء الله إذا كتب ربي وطول في العمر نمشي ندشن مع أخي هدمير محطة القطار تاع تمرس، كيما ندشن محطة القطار تاع المنيعة ونتاع تيميمون ونتاع أضرار ونتاع باجي مختار. السيد عبد المجيد تبون أكد على مبدأ حسن الجوار وحماية الدول الشقيقة التي لها حدود مشتركة مع جنوبنا الكبير. دولة النيجر دولة شقيقة، دولة ليبيا دولة شقيقة، دولة مالي دولة شقيقة. نساعد بقدر ما نساعدوه، بالأقل ما يجيهمش البلا من عندنا احنا، كما نحاول بقدر الاستطاعة أن نحمي دول الجوار. وتتذكروا أنتم أول ما كان تهديد على الدولة الشقيقة النيجر باش يهجموا عليها، أول من تصدى لهم هي الجزائر. المترشح الحر عبد المجيد تبون لم يفوت الفرصة خلال لقائه أعيان وإطارات جنوبنا الكبير لتأكيد العناية البالغة التي يوليها لهذه المناطق الغالية. مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف نشط تجمعا شعبيا بولاية ورقلة، تابعه محمد سنوسي عياض. في تجمع شعبي نشطه مترشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف، رفع فيه حول برنامج فرصة والمقومات البشرية والطبيعية لولاية ورقلة لارتكاز برنامج على الاستثمار في ثروة الإنسان. وحنا رانا في ولاية بترولية، عندنا مخطط كبير للإصلاح الطاقوي، لازم نصلحوا من توجهاتنا الطاقوية في إطار استغلال البترول والغاز الموجود في البلاد، إصلاح المجلس الوطني للطاقة، والاهتمام بالتنقيب أكثر، والاهتمام بالتصنيع أكثر. وقلنا في كثير من التجمعات يا إخواني أننا إحنا لابد أن ننهي مسار تصدير الثروات بشكل خام، لابد لنا من التصنيع ونصف التصنيع. لماذا؟ لأن ثرواتنا اللي رانا نصدروا فيها خام، الغرب والعالم الأول راه يستفيد منها بالأسعار اللي هو يحددها، ويعاود يبيع لنا المنتوج اللي يشتقوا من تلك الثروات يبيعونا بأسعار مرتفعة. ولذلك احنا سياستنا الطاقوية وسياستنا المنجمية تقوم على أنه ينبغي أن نوجد مؤسسات للتصنيع، وأننا نكف من تصدير هذه الثروات بشكل خام حتى لا يكون ذلك على حساب اقتصادنا وعلى حساب مداخلنا. إخواني أخواتي، احنا برنامجنا يرتكز أساساً على استثمار ثروة الإنسان،
وعلى جعل هذا الإنسان إنسان مفيد، جعل هذا الإنسان إنسان صالح، جعل هذا الإنسان إنسان يعيش بكرامة، جعل هذا الإنسان نافع لوطنه، جعل هذا الإنسان يخدم وطنه، جعل هذا الإنسان منتبه إلى كل التحديات التي حول وطنه. وهذا الاهتمام بالإنسان يا إخواني يبدأ بالاهتمام بالإنسان من خلال التربية والتكوين والتعليم، ولذلك إصلاح التعليم إصلاح أولوي في مسيرتنا وفي فرصتنا وفي برنامجنا. لماذا؟ لأننا نعتقد من خلال هذا التعليم أننا نصنع جزائري واعي بمسؤوليته تجاه وطنه، واعي بالتحديات التي من حول وطنه، واعي ومدرك أنه يشكل أحد أدوات الأمن القومي الوطني. أحد أدوات الأمن القومي الوطني هو إنسان جزائري يعي التحديات. مترشح حركة مجتمع السلم أكد على أهمية هذا الاستحقاق الرئاسي وضرورة المشاركة القوية كفرصة ينبغي استغلالها لجزائر قوية بأبنائها تحافظ على قوة وتماسك المجتمع أمام الراهن الدولي. أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش فقد نشط لقاء جواريا بولاية باتنا رصدته سونيا غاسي. من أمام النصب التذكاري المخلد لبطولات الشهيد مصطفى بن بولعيد أكد أوشيش أهمية الحفاظ على ذاكرة الشهداء وكذا أهمية تلقين التاريخ للأجيال القادمة. احنا ما زلنا متشبتين بقيم التحرر وبقيم ثورتنا المجيدة، وما زلنا على وعد نوفمبر أوفياء حتى تأسيس الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية كما ناضلوا من أجلها وكما ضحوا بالنفس والنفيس من أجلها. في إطار هذه الحملة الانتخابية نحن نحمل مشروع رئاسي يضع في وسط الالتزامات إعادة الاعتبار لتاريخنا المجيد و ترانسميسيون تاعو لكل الأجيال خاصة الأجيال الحالية، وهذا واجب يجب أن تلتزم به الدولة وتلتزم به المؤسسات التعليمية والتربوية. تاريخنا العظيم، تاريخنا المجيد الذي يستلهم كل الأمم وكل الشعوب التواقع للحرية، يجب أن نعلمه للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، ويجب أن يستلهم كل نضالاتنا المستقبلية للدفاع عن وطننا، عن وحدته الوطنية، عن تناغمه وانسجامه الاجتماعي. يجب أن نقتدي بتضحيات الجسام المقدمة من أجل انتزاع الاستقلال الوطني لنبني الدولة الديمقراطية على أسس السيادة الشعبية والمشاركة الشعبية كما كانت إبان الثورة التحريرية، أين التف الشعب الجزائري برمته حول المشروع التحرري. وعن نظرته الدبلوماسية أكد مترشح الرئاسيات خلال جولته في شوارع ولاية باتنا التزامه باعتماد أسلوب الندية والتعامل بالمثل مع الدول خاصة الغربية، فالجزائر دولة انتزعت سيادتها بفضل تضحيات أبنائها وبناتها البررة. في ملف التعاون وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم من قبل رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب. اللقاء سمح ببحث ومتابعة تنفيذ المخرجات الهامة للمباحثات القيمة التي أجرها السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء السلوفيني بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر شهر مايو الماضي، بما يكفل الرقي بالعلاقات بين البلدين في الميادين الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للتعاون الثنائي.
وبسلوفينيا دائما استقبل عطاف من قبل رئيسة المجلس الوطني السلوفيني أورشا كالاكوشار زوبانشيشا. وخلال اللقاء استعرض الطرفان الحركية التي يشهدها التعاون البرلماني بين البلدين ومناقشة الدور المنتظر من الهيئات التشريعية بالبلدين بغرض الإسهام في تعزيز الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقة الثنائية على مختلف الأصعدة. في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس خصصت للوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الهمجية للاحتلال الصهيوني، جدد فيها الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم جواوي المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار بقطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه الممنهجة ضد الفلسطينيين. الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار. لذا نجدد مطالبتنا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ومحاسبة المحتل الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني. فعرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين ليست سلوكات أو أخطاء فردية، وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الإسرائيلي لقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين. وعلى أرض فلسطين المحتلة يتواصل والعدوان الصهيوني الذي يدخل يومه 29 بعد 300 على مناطق متفرقة من قطاع غزة برا بحرا وجوا، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال بلدة عبسان شرق خان يونس وشقة سكنية بمخيم جباليا. بالضفة الغربية المحتلة استشهد 3 شبان فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف جنوب مدينة جنين في عدوان متواصل عليها وعلى مخيمها لليوم الثالث على التوالي. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم في تمام 5:00.